بمقر وزارة الداخلية بالرباط ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب اجتماعا خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح واللجان المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات تتبع وتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي. من خلال التحريات التي قمنا بها كأجهزة للمراقبة داخل السوق المحلية على صعيد عمالة الرباط، فيتبين بأن العرض يفوق وبكثير الطلب المسجل من جميع المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض المواد الأكثر استهلاكا وخاصة اللحوم الحمراء. وبالمقابل فإن أثمنة الخضر وخاصة الطماطم وكذلك القطاني مواد الحمص والعدس فيسجلت انخفاض ملحوظ هذه السنة مقارنة مع الأثمنة التي تم تسجيلها خلال السنة الفارطة. الاجتماع خرج وخلص على أنه ضروري من كيف العادة رفع من وتيرات المراقبة من أجل حماية المستهلك، والاستعدادات ديال المكتب كما كتعرفوا كعادته هي المراقبة كاينة طول السنة، وهذه السنة هذه في هذا الشهر رمضان المبارك إن شاء الله غادي يكون تعزيز خرجات مصالح المراقبة ديال المكتب من أجل أولا تأكد من جودة المنتجات المعروضة في السوق، حجز المنتجات المشكوك فيها أو الغير صالحة للاستهلاك، وكذلك من أجل تحسيس المستهلك وكذلك الباعة. الهدف الأسمى من كل هذا العمل الخرجات هو سلامة وحماية المستهلك طيلة هذا الشهر الكريم. وقد تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ممثلي العملات والأقاليم أن وضعية تمويل الأسواق بمختلف عملات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات لا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك. وبخصوص أسعار المواد الأساسية فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. خلال هذا اللقاء هدف وزارة الداخلية بغينا نشوفوا حالة التموين بالنسبة لشهر ديال رمضان ونتأكدوا بأن أن كل المسائل الحمد لله واخدة بلاصتها. فيما يخص الحبوب القطانية بالضبط، الحبوب بالنسبة للقمح اللين عندنا المخزون ديال تقريبا 4 شهور ونص ديال المخزون. بالنسبة للقطاني والعدس الحالة ميسرة هذا العام المقارنة مع العام الآخر، لأن الأثمنة كما لاحظها المواطن نقصت شوية، وحتى السوق العالمية معاوننا لأن السوق العالمية مونة مزيان في العدس والقطاني. وإن شاء الله إذا سهل الله وكمل هذا العام بالعدس والحمص اللي واخا يجي من بعد رمضان غادي يضغط لنا على الأثمنة شوية بالنسبة للمواطن باش تكون المسائل من مصر. وقد عرف هذا الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما عرف حضور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عملات وأقاليم المملكة.